السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة المقهى الرياضي. بادئ ذي بدء، صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نلتقي معكم اليوم مجددا لنتكلم عن آخر أخبار لاعبين المحترفين في مختلف الدوريات الأوروبية. قبل أن ننطلق معا، فضلا وليس أمرا أحبتي، اشتركوا معنا في القناة وفعلوا زر الجرس حتى يأتيكم جديد قناتنا. أتذهبوا بعيدا أحبتي، سنعود بعد قليل. البداية ستكون مع نجمنا العالمي رياض محرز، اللاعب الذي أدهش الجميع بفخامته الكروية على أرض الميدان. يتكلمون عنه في البلاطوهات، ينتقشون منه وكأن في قلوبهم النار تتأجج وهو يتألق. لا نعلم ما السبب، لكن محرز يثبت مرة أخرى أنك عندما تعطيه الفرصة وتعتمد عليه فسيعطيك الكثير. غوارديولا دائما في هذا الوقت يجد نفسه في ورطة حقيقية ويخرج ويغادر من دور أبطال أوروبا أمام فرق أصغر بكثير من السيتي، فخرج أمام موناكو وخرج أمام توتنهام، والموسم الماضي ليس ببعيد حيث خرج أمام ليون. هذه المرة السيتي يتوهج ويتألق، والدليل لاعبنا رياض محرز أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس. نعم، محرز هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر مارس كما تشاهدون من صفحة رابطة اللاعبين المحترفين في تويتر، تقول أن محرز هو لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي بعد منافسة مع النجم الإنجليزي هاري كين. إذن أحبتي، محرز المباراة الماضية في دوري أبطال أوروبا كما شاهدتم جميعا تألق وكان لامعا جدا وقدم تمريرة الهدف لدي بروين على طبق من ذهب، والدليل على ذلك تواجد رياض محرز في التشكيلة المثالية للجولة الماضية ذهاب ربع نهائي لدوري الأبطال، حيث تواجد لاعبين من السيتي ولاعبين من باريس سان جيرمان ولاعبين من تشيلسي ولاعبين من ريال مدريد وثلاث لاعبين من بايرن ميونخ. جمهور مانشستر سيتي تفاعل بشدة مع فوز رياض محرز وأعطاه حقه، ونعطيكم الآن بعض ردود الأفعال من جمهور مانشستر سيتي عبر صفحة تويتر الرسمية لنادي مانشستر سيتي. جوكر يقول محرز أفضل لاعب لكل الأوقات. ستيفن وولكر يقول برافو محرز، لقد كان خارقا في شهر مارس، فورما خيالية وأهداف رائعة. المشجع بلانكو يقول أتمنى أن يتم تجديد عقد محرز، لاعب بإمكانات هائلة جدا ووصل الآن إلى القمة. لا معنى لأن تصرف 60 مليون يورو مرة أخرى في لاعب لا تضمن أن له نفس إمكانات محرز الفن. المشجع يشيد بمحرز ويطالب إدارة السيتي بأن تجدد عقده لصعوبة إيجاد بديل له في السوق حتى ولو دفعوا نفس المبلغ الذي دفعوه في محرز سابقا. إذن كما تعلمون أحبتي، رياض محرز بتمريرته الحاسمة في المباراة الماضية يصبح أكثر لاعب يمرر تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2019، حيث وصل إلى التمريرة الحاسمة 10، وهذا رقم مميز جدا رياض محرز، خاصة إذا ما علمنا أن بيب غوارديولا في الموسمين الماضيين لم يكن يعتمد كثيرا على محرز في دوري الأبطال. غوارديولا لو اعتمد على محرز في دوري الأبطال كثيرا لأصبحت أرقام محرز خيالية جدا من ناحية الأهداف ومن ناحية التمرير، وبالتالي كان سيعود ذلك بالفضل على بيب غوارديولا. المهم أن بيب غوارديولا تفطن لغلطته وأصبح يعتمد على محرز، فثنائية دي بروين ومحرز أبهرت الجميع في الشهر الماضي. نتمنى أن يواصل محرز تفوقه مع مانشستر سيتي، خاصة أن بيب غوارديولا أصبح يعتمد على اللاعب بشكل كبير جدا. أعطيكم رقم مهم جدا قد يغفل عنه الكثير، وأنه في آخر 12 لقاء في كل المنافسات محرز شارك 9 مرات أساسية، وهذا رقم رهيب جدا للاعب يلعب عند بيب غوارديولا وللاعب يلعب في مانشستر سيتي مليء بالنجوم. كل هذا محرز كانوا ينتقشون منه، يعني غريب جدا من بعض الإعلاميين وبعض اللاعبين السابقين.
كذلك أحبتي، محرز دخل بديلا مرتين ولم يلعب مرة واحدة طيلة اللقاء. محرز لعب 11 لقاء من آخر 12 لقاء، وهذا رقم كما قلنا مميز جدا. محرز آخر 3 مباريات لعب أساسيا، ولذلك أستبعد تماما أن يلعب غدا في لقاء ليدز يونايتد على الساعة 12:30، لأن الفريق تنتظره مباراة مهمة جدا أمام فريق بروسيا دورتموند يوم الأربعاء القادم. وأعتقد أن بيب غوارديولا سيريح لاعبه محرز وبعض اللاعبين الأساسيين للقاء المرتقب والمهم، خاصة أن السيتي أصبح قاب قوسين أو أدنى من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي. كان هذا كل شيء عن رياض محرز، نتمنى أن يواصل في إبداعه ويكون من بين أفضل اللاعبين في العالم لمنا. اللاعب الآخر الذي سنتكلم عنه في حلقتنا هو رشيد غزال. رشيد غزال كلكم شاهدتم كيف تم التصغير منه، كيف تم السخرية منه، كيف تم الانتقاص منه، وقالوا عنه مجرد لاعب متوسط والبعض يضخمه رغم ما قدمه في مباراة زامبيا. تم وصف زامبيا بالفريق الضعيف، وكأن اللاعبين السابقين سابقا مع المنتخب الجزائري كانوا يلعبون في أوروبا أمام منتخبات إسبانيا، ألمانيا، فرنسا وغيره من المنتخبات، فقط كانوا يلعبون في إفريقيا ولم يحصلوا أبدا على كأس إفريقيا. أتكلم عن الذين يتكلمون. أحبتي، رشيد غزال كما قلنا كان خارقا جدا، كان ممتازا جدا، كان مميزا جدا في لقاء فريقه بشكتاش أمام آنيا سبور التركي. فاز فريقه بثلاثية نظيفة، سجل هدفا جميلا جدا، هدفا من أروع ما يكون، أعجبت به كثيرا الصحافة التركية وتكلمت عنه كثيرا، كما تم اختياره في التشكيلة المثالية للدوري التركي الجولة الماضية، كيف لا وهو أفضل لاعب في الجولة، حيث أعطاه موقعه سكور 9.5 وهي نقطة مميزة وممتازة جدا. رئيس بشكتاش خرج للإعلام وقال كلاما مميزا وجميلا جدا عن لاعبنا رشيد غزال، قد يرفع من معنوياته فيما تبقى من الموسم ويعود ذلك بالفضل على منتخبنا الوطني. فيقول رئيس بشكتاش: كنت أتمنى حضور الجمهور حتى يرى ما يقدمه رشيد غزال على أرض الملعب من إبداع، إنه أحد أفضل اللاعبين الأجانب الذين مروا في تاريخ النادي. تصريح مهم جدا، بشكتاش تركي لعب فيه لاعبين مميزين جدا كانوا نجوما في فرق كبيرة سابقة. نتمنى التوفيق لرشيد غزال وأن يواصل التألق، ولما لا نشاهده في الدوري الإنجليزي أو الدوري الفرنسي، ولما لا الدوري الإسباني. فالدوري الإسباني يناسب ويلائم تماما مواهب وقدرات لاعبنا رشيد الفنية. الصحيفة الإسبانية ستاديو ديبورتيفو كتبت كلمتين هامتين جدا تخص لاعبنا الجزائري ماندي، تقول أديوس ماندي، يعني وداعا ماندي. هذا دليل على أن ماندي أخبر إدارة فريق ريال بيتيس أنه سيخرج من الفريق نهاية الصيف، وسيخرج بصفة مجانية، يعني أن اللاعب سيكون حر وتكون له الحرية في اختيار النادي الذي يريد. أخبار كثيرة جدا خرجت سابقا أن ليفربول والإنتر مهتمين به. نتمنى لعيسى ماندي أن يعرف كيف يختار الوينج، فهو قائد الدفاع وربان سفينة المنتخب الجزائري. نتمنى أن يجد النادي الذي يلعب فيه ويتطور ويقدم المزيد، فمنتخبنا يحتاجه في عام التأهل لمونديال قطر بحول الله، ولما لا في مونديال قطر القادم. الخبر الأخير والذي يتواجد معنا وهو رامي بن سبعيني الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في شهر مارس بمونشن غلادباخ، وله اللاعب الذي قدم مستوى جيد رغم أن غلادباخ يعيش مستويات سيئة جدا وأيام صعبة جدا، خاصة بعد إعلان مدربه روزو الخروج من الفريق والانضمام لنادي بوروسيا دورتموند. بوروسيا مونشن غلادباخ قد لا يلعب أي منافسة أوروبية الموسم المقبل. نتمنى من رامي بن سبعيني أن يخرج من النادي سواء إلى دورتموند أو إلى أي نادي يشارك في المنافسة الأوروبية، خاصة أن مونشن غلادباخ أصبح مصيره مجهولا ومستقبله غير معروف. الأخبار تقول بأن اللاعب الإسباني السابق تشابي ألونسو هو من سيقود سفينة فريق مونشن غلادباخ الموسم المقبل، ولكن لا شيء رسمي لحد الآن. أتوقف عند هذا الحد أحبتي، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم جديد قناتنا. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.